شاء الله في حديث مغزل حصة ديال الوصفات الطبيعية مع الدكتور عماد ميزاب دكتور الصيدلة والمختص في العلاج وفي التداوي بالأعشاب. وأي سؤال عندك دابا شي مادة في الدار شي زيت شي خلطة في الكوزين عندك مواد طبيعية بغيتي تعرفي كيفاش تصلحيها للعناية بالشعر أو العناية ببشرة الوجه تصلي بنا رقمنا مفتوح لك 0522 77 24 24. السلام عليكم دكتور عماد. تحية طيبة أختي سناء وتحية محبة لك والجميع الأخوات اللي كنورونا في هذا اللقاء. هذا اليوم بغينا نكونوا بجنب كل سيدة لأنه دابا كل شيء مشدود، صالونات الحلاقة، صالونات جميل، محلات ديال المواد تجميلية، فهذه الفترة أكثر من أي فترة أخرى احنا محتاجين نعرفوا كيفاش نتهلاو في نفوسنا وكيفاش السيدة تعتني براسها من خلال أشنو كاين عندها في الدار، يعني الوصيفة في القفيفة كان هذا شعارنا في البرنامج منذ سنين هذه ودائما نفس القيمة أنه نكون قراب من السيدة. اليوم غادي نشوفوا معك عدة وصفات للعناية بالشعر على حسب كل سيدة والشعر ديالها. وأول حاجة غادي نبدأو غادي نشوفوا تساقط الشعر، ثم عندنا وصفة لمحاربة القشرة في الشعر، ثم ترطيبة طبيعية غنستعملوا فيها زرعة الكتان، ثم غنشوفوا وصفة لمحاربة الشيب، وصفة لتطويل الشعر، ووصفة أيضا للمساعدة على الحد من الصدفية. تفضل دكتور عماد. أكيد، فأول حاجة كنعرفوا أن الفترة كذلك ديال الحجر الصحي وكتكون واحد تغيير في النظام الغذائي، كذلك يكون شوية ديال التوتر، فهذا الشيء كامل كيمكن يأثر لنا على الفروة ديال الرأس ديالنا اللي هي التربة اللي كينوض فيها الشعر، وكيكون فيها يا إما نقص في الأملاح المعدنية مثلا المغنيسيوم الزنك الحديد، وكذلك كيوقع فيها مشكل ديال انسداد المسام، والشعر منين كيبغي منين كيطيح، لأن كنعرفوا أن الشعر كيطيح من 60 حتى 100 شعرة، ولكن ملي كيبغي يتجدد كيكونوا المسام مسدودين وما كيلقاش ان هذا الشعر هذا يعاود يتجدد ويرجع للحاله الطبيعيه ديالو. فاول حاجه باش غنديروا اول وصفه هي وصفه للحد من تساقط الشعر. اذا هذه الوصفه من الحد من تساقط الشعر غادي نركزوا فيها على امور اللي غادي تخلي لنا الفروه الراس ديالنا تولي متماسكه اكثر، واللي غادي تقوي لنا الجذر ديال الشعر وتخلي الشعر انه ما يبقاش يطيح بطريقه عشوائيه. الوصفه ديالنا بسيطه، غناخذوا فيها 10 ديال الحبات ديال قعقلة، نجمة ديال الباديان، معلقة صغيرة ديال الزعتر، وورقة ديال سيدنا موسى. إذن هاد المكونات هادو كاملين غادي نديرهم في نص كاس صغير ديال الحليب، إذن هذه وصفة حصرية جديدة، في نص كاس صغير ديال الحليب غادي نحطو هاد الخليط هذا كامل فوق العافية حتى تطلع الغلية الأولانية، نطفيو عليه نخليه 5 ساعات، ونصفيو هاد الحليب هذا بهاد المواد نصفيو في واحد القريعة اللي كنديروها في الثلاجة. طريقة ديال الاستعمال، كناخدو هاد المحلول كندهنو به جلدة ديال شعرنا وشعرنا، كنخليوه ساعة وكنغسلوه، وكما العادة كنستعملوا جوج المرات في الأسبوع مدة ديال 3 شهور و3 شهور باش كنخليو الوقت للشعر أنه يخلف وما يبقاش عندنا مشكل ديال التساقط. إذن وصفة لتساقط الشعر، نعاودوا معك المقادير. نعم مرحبا مرحبا أختي. 10 ديال الحبات ديال القعقلة، نجمة ديال الباديان، معلقة صغيرة ديال الزعتر، ورقة ديال سيدنا موسى، نص كاس صغير ديال الحليب، وكما قلنا هذا الخليط هذا كامل كنحطوه فوق العافية حتى كطلع الغلية الأولانية، كنخليوه مدة ديال 5 ساعات حتى كيبرد، من بعد كنصفيوه وكندهنوا به الجلدة ديال شعرنا وشعرنا، كنخليوه ساعة وكنغسلوه. العملية كنديروها جوج المرات في الأسبوع وكنداوموا عليها مدة ديال 3 أشهر. بالنسبة للوصفة الثانية للعناية بالشعر هي الوصفة ديال القشرة، والقشرة كنعرفوا أن القشرة وخاصة في هذه الفترة هذه فترة ديال لوبون، يعني كندوزوا من فصل الربيع إلى فصل الصيف، هذه الفترة كتكثر حتى الحساسية وكيكثر كذلك التغير ديال درجة الحرارة، فلما كيكونوا هاد المؤثرات كاملين على فروة الرأس شنو كيخليها؟ كيخليها أنها كتفقد المرونة ديالها وكتفقد داك الماء اللي كيكون فيها وكتولي كتعطينا نشوفية، كيولي فيها تقرحات، وما بين هاد التقرحات هذه أو الأسباب ديالها كتعطينا هاد القشرة اللي كتولي كتفقد
تفرز، يا اما كيكون افراط في افراز الدهون كتكون عندنا قشره ميدمه، او العكس ان الدهون كيقلال وما كيبقاوش كيتفرزوا بطريقه كثيره وكتولي عندنا قشره ناشفه. فلمحاربه هذا المشكل هذا غنستعملوا مواد بسيطه. اذا غادي نستعملوا الحريقه الحرشه جوج معالق كبار، النعناع كناخذوا منه 10 ديال الوريقات، معلقه صغيره ديال اليزير، ونص لتر ديال الماء. إذا نعاود المقادير: الحريقه الحرشه جوج معالق كبار، النعناع 10 ديال الوريقات، واليزير معلقه صغيره، ونص لتر ديال الماء. هذا الخليط هذا كامل كنحطوه في العافيه حتى كيغلى مزيان، كنطفيو عليه وكنخليوه 3 ساعات. من بعد هذا الخليط كنصفيوه نفس العمليه في واحد القريعه اللي كنديروها في الثلاجه، وكندهنوا به الجلده ديال شعرنا، وشعرنا كنخليوه مده ديال ساعه وكنغسلوه جوج المرات في الاسبوع. كنستعملوه وكنداوموا عليه مده ديال شهرين، فهو كيحارب القشره. بالنسبه للترطيب ديال الشعر، ترطيبه طبيعيه. نعم، ترطيبه طبيعيه اختي سناء. فهاد الترطيبه غادي نستعملوا فيها جوج معالق كبار ديال زريعه الكتان، معلقه صغيره ديال حب رشاد، وثلاثة ديال الخروبات مقطعين متوسطين يكونوا مقطعين. اذا نعاود: جوج معالق كبار ديال زريعه الكتان، معلقه صغيره ديال حب رشاد، ثلاثة ديال الخروبات مقطعين. إذا ما كانش عندنا مقطع وكان مطحون، ناخذوا معلقة كبيرة ديال الخروب مطحون. هذا الخليط هذا كامل كنطبخوه فوق العافية مع نصف لتر ديال الماء حتى كيطبخ مزيان، كنغطيوه وكنخليوه ليلة في واحد البلاصة اللي كتكون ما تكونش فيها الرطوبة بزاف وما تكون سخونة بزاف، كنخليوه ليلة. من بعد كنصفيوه بواحد الزيف ديال حياتي حتى كيخرج لنا داك الميوسيلاج، كتخرج لنا ديك المادة اللزجة اللي هي الكولاجين الطبيعي اللي كاين في زريعة الكتان وفي حب الرشاد وفي الخروب. إذا منين كناخذوا ديك المادة اللزجة كنديروها في واحد القرعة وكنسدوا عليها وكنحافظوا عليها في الثلاجة حتى هي، كنوليو كناخذوا شوية من هذا الخليط كندهنوا به الجلدة ديال شعرنا وشعرنا. هنا كيمكننا نخليوه حتى لساعة ونص، لأن هنا ماشي زيت، كنخليو هذا الخليط هذا حتى لساعة ونص في الشعر ديالنا. من بعد كنغسلوه، العملية كنديروها جوج المرات في الأسبوع وكنداوموا عليها مدة ديال 3 أشهر. فهكا إن شاء الله كتعطينا ترطيبة طبيعية. السيدة اللي ما توفرش عندها الخروب دكتور عماد، واش ممكن تقتصر غير على زريعة الكتان بوحدها؟ اكيد غادي يكون عندها تحب رشاد، فتاخذ غير دير غير. اذا غادي نبدلوا المقادير، فهنا غادي تبدلوا المقادير، فغادي تاخذ جوج معالق كبار ديال زريعه الكتان ومعلقه كبيره ديال حب رشاد، وغتخدموا بنفس الطريقه نفسها. نعم، بنص لتر ديال الماء. نعم. اكيد اختي سناء. مع دكتور عماد ميزاب اللي محضر لك لالا، كيف شفتي وصفات رائعه طبيعيه للعنايه بالشعر وبشره الوجه. شفنا تساقط الشعر شنو الحل، شفنا محاربه القشره في الشعر، شفنا ترطيبه طبيعيه بزريعه الكتان، غادي نشوفوا وصفه ديال الشيب ووصفه كذلك للمساعده على الحد من الصدفيه. اكيد دكتور عماد. مرحبا اختي سناء. فاول حاجه بالنسبه للشيب، كيخصنا وصفه اللي كتعطينا الفيتامين بي 12 لفروه الراس، لانه هو من بين الاسباب. دابا اخر الابحاث بينات فنقص الفيتامين بي 12 في الذات هو اللي كيسبب لنا ظهور الشيب المبكر، وكذلك حتى الشيب في واحد السيد اللي كيكون متقدم. كذلك بعض المشاكل بحال مشاكل الغده الدرقيه او بعض المشاكل ديال المناعه ونقصان ديال بعض الاملاح المعدنيه. هنا كنركزوا على الزنك والموليبدان اللي هما جوج ديال الاملاح معدنيه مهمه في حيويات افراز الميلانين. اذا الوصفه ديالنا بسيطه وسهله وعندنا في المطبخ ديالنا، غنستعملوا فيها قشره ديال الدنجاله متوسطه. اذا قشره ديال الدنجاله متوسطه كنقطعوها مزيان، علاش؟ لان الدنجال فيه ماده الفيشيتين، هذه الماده من المواد الغنيه بالاملاح المعدنيه وغنيه بالزنك، وكذلك الدنجال غني بماده الموليبدان. والقشره ديال البصله، ماشي البصله، القشره ديالها اللي كتكون قهويه على برا، فهاد القشره اللي كنعرفوها كتعطينا واحد الوقايه كامله للب ديال البصله، وهاد القشره اللي كتكون فيها الزنك كتكون فيها المواد الحيويه اللي كيعاونوا لينا الفروه ديال الراس باش كتولي كتفرز الميلانين بطريقه طبيعيه، وكتوقف لينا الشيب. اذا
الشيب ماشي يعني كتصبغوا ولكن كتوقف لنا ظهور الشيب وما كتخليهش يبان، وخاصه انها كتعطلوا مده طويله. الطريقه ديال الاستعمال ديال هذه الوصفه هذه، فقلنا كناخذوا قشره ديال الدنجره متوسطه كنقطعوها مزيان، كنزيدوا عليها قشره ديال البصله وحده، ومن الاحسن تكون قشره تكون يابسه باش دغيا كندقوها. كنخلطوا هذه المكونات كاملين وكنزيدوا عليهم كاس صغير ديال زيت الزيتون. هذا الخليط هذا كنحطوه في حمام مريم مده ديال ثلث ساعه، كنخليوه ثلاث ساعات، كنصفيوه وكندهنوا به الجلده ديال شعرنا وشعرنا، كنخليوه ساعه وكنغسلوه. العمليه كنديروها جوج المرات في الاسبوع وكندوموا عليها مده ديال 3 شهور. بالنسبه للمشكل ديال الصدفيه، وهنا بزاف ديال الناس كيف ما كيفرقوش بين الصدفيه والقشره، فالصدفيه كتكون طبعه حمراء يعني التهاب احمر، كيكون واحد الالتهاب، وفوق من هذاك الالتهاب كتكون لاصقه واحد القشره اللي رطبه واللي ما كتحيدش، يعني واخا كنحكوها وكنغسلوها كتبقى ديك القشره لاصقه. اما القشره فهي كتكون غير محطوطه فوق فروه الراس، سواء كانت ناشفه او مزيته، ولكن مع الغسيل ملي كنغسلوها كتولي كتحيد، ما كتكونش لاصقه في الجلده. فهذا هو الفرق ما بين القشره وما بين الصدفيه. الصدفيه باش نهمدوا هذا المشكل هذا اللي هو كيتعتبر مرض مزمن، ولكن في المساعده للتخفيف منه والمساعده باش نقصوا منه من الحده ديالو، كناخذوا معلقه كبيره ديال النافع، خمسه ديال الوراق ديال اللويزه، قشره ديال برتقاله، ونص كاس صغير ديال زيت نوار الشمس. اذا نعاود، معلقه كبيره ديال النافع، خمسه ديال الوريقات ديال اللويزه، قشره ديال برتقاله، ونص كاس صغير ديال زيت نوار الشمس. هذا الخليط هذا كامل كنحطوه فوق العافيه مباشره حتى كتطلع الغليه الاولانيه، كنخليوه ليله باش كيطلقوا هاد المكونات في بعضياتهم، وكنصفيه في واحد القريعه اللي كنسدوها مزيان، وكنخليوها في بعيده على اشعه الشمس وعلى الرطوبه بلا ما نديروها في الثلاجه. وهذا الزيت كنوليو كناخذوا شويه منه وكندهنوا به الاماكن اللي عندنا فيهم الصدفيه بواحد المساج ديال 10 ديال الدقائق وكنباتوا به. وهذه العمليه كنديروها يوميا وما كنقطعوهاش. عندنا اليوم ايضا وصفات اللي كنقترحوها على السيده للعنايه ببشره الوجه. اول حاجه كيتشكاو منها السيدات هي جفاف البشره ديال الوجه ديالهم، ففي هذه الحاله شنو انجع واسهل وصفه طبيعيه تحضرها بداك الشيء اللي موجود عندها في الدار؟ اكيد اختي سناء، وهنا كنزيد نركز على عدم استعمال يعني ننظفوا البشره ديالنا بمواد كيميائيه اللي كتكون صلبه، مثلا الصابون اللي كيكون صلب او الصابون اللي كيكون فيه السلفات والبارابين المركزين، وكثره يعني استعمال هاد المواد هذه. علاش في هذه الفتره هذه ديال الحظر الصحي؟ هذا من جهه. من جهه اخرى دابا نخليو البشره ديالنا ترتاح، نستعملوا غير ليكرون توتال او بوماده اللي كتستعمل، او مثلا كريم مغذي صباحي او ليلي، ونجنبوا نستعملوا المواد الكيميائيه على البشره، مثلا بعد انواع ديال المكياج ولا هذه، نخليو البشره ديالنا ترتاح فنستافدوا من هذه الفتره هذه ديال الحظر الصحي. نشربوا الماء بزاف، فهذه مساله كذلك مهمه لان نقص الماء حتى هو كيعطينا هذا المشكل هذا. وكذلك نعتمدوا على التغذيه المتوازنه. والماسك ديالنا لجفاف البشره سهل، وهذا الماسك هذا غنستعملوا فيه الفيتامينات والبروتينات. اذا هذا الماسك هذا غادي نستعملوا فيه جزره محكوكه يعني خزويه محكوكه، قشره ديال البرتقاله محكوكه، اذا كنحكوا القشره ديال البرتقال داك لو زيست، وكناخذوا منه معلقه كبيره، وجوج معالق كبار ديال الياغورت الطبيعي. اذا نعاود، اذا في جوج معالق كبار ديال الياغورت الطبيعي كنحكوا جزره صغيره متوسطه، وكنحكوا كنديروا معلقه كبيره ديال البرتقال او ديال القشره ديال البرتقال محكوكه. نخلطوا هذا الخليط هذا مزيان حتى كيتخلط، وكنوضعوه كماسك مده ديال 30 دقيقه على البشره ديالنا، ومن بعد كنغسلوه. هذا الماسك هذا يمكن نقسموه على جوج مرات، اذا نديروا منه شويه ونحافظوا به في الثلاجه، هي جوج ديال الاستعمالات في الاسبوع، وكل اسبوع غادي نستعملوا يعني نفس الطريقه، والمده ديال الاستعمال ديالو مده ديال شهر. فهاد المده هذه كافيه انه باش كيرجع لنا. مازال لنا جوج دقائق غادي نشوفوا وصفه لتقشير الوجه او قماش ديال الوجه، شنو كتقترح على السيدات دكتور عماد؟ مرحبا اختي سناء. اذا هنا غادي ناخذوا قهوه مطحونه، معلقه كبيره ديال القهوه مطحونه،
غادي ناخذوا معلقه كبيره ديال الدقيق ديال الذره وغادي ناخذوا نص خوخه محكوكه. اذا نعاود، معلقه كبيره ديال القهوه مطحونه، معلقه كبيره ديال الدقيق ديال الذره ونص خوخه محكوكه. نخلطوا هذا الخليط هذا مزيان وكنزيدوا عليه نص كاس صغير ديال الحليب ساخن، اذا الحليب يكون سخون. نخلطوا هذه المكونات كامله ومن بعد كنوضعوها على البشره ديالنا، كنخليوها مده ديال 10 ديال الدقائق، ومن بعد كنوليو كنحكوا هذه المكونات بطريقه دائريه في شكل غسول وما نبركوش على البشره ديالنا، وكنغسلو وجهنا من بعد، وهذه غتكون وصفه للتقشير طبيعيه وامنه. شحال تستعملها السيده؟ مره في الاسبوع، مره كل جوج الاسابيع؟ مره في الاسبوع، مره في الاسبوع، وعلى الاكثر مره في جوج الاسابيع، ولكن من الاحسن ديرها مره في الاسبوع، فهي غتفيدها باش في التنظيف ديال البشره. السيدات اللي عندهم مشكل الهالات حول العينين. نعم، اذا الهالات السوداء وخاصه هذه الفتره هذه كيخصنا نردوا البال مزيان لهذا المشكل هذا، لان علاش كاين اضطرابات في النوم، كذلك الاستعمال ديال الاشعه الزرقاء يعني لي بورتابل التلفازه والحاسوبات، وكما قلت نتفاداو كذلك نستعملوا مستحضرات التجميل. وكاين مشكل اخر هو ان كاين بعض الناس اللي كيعانيوا من الحساسيه، فارتفاع افرازات الهيستامينات في هذه الفتره هذه كتعطينا مشكل ديال الهالات السوداء. علاش؟ لان الاوعيه الدمويه كتولي كتتسع وكتعطينا تغير في اللون في هذه المنطقه هذه. فهذه المنطقه غادي نديروا لها وقايه وكذلك مساعده في توقيف هذا المشكل هذا. جوج ديال المواد اللي ضروري يكونوا عندنا، عندنا زيت اللوز الحلو وزيت الحبق. اذا غناخذوا معلقه كبيره من زيت اللوز الحلو ومعلقه كبيره من زيت الحبق، كنخلطوهم وكنوليو كنديروا بهم مساج كل ليله في ديك البليصه اللي عندنا فيها الهالات السوداء، وما كنقطعوش هذه الوصفه هذه، كنستعملوها دائما وكتبقى معنا ديما هذه الوصفه حتى كتصفى هذيك المنطقه وكترجع منطقه حول العين الى الحاله الطبيعيه ديالها. غادي نختموا معك دكتور عماد بوصفه اخيره اللي كتصلاح الجفاف وتقشر الشفاه، لانه البشره الجافه ايضا على مستوى الشفتين، شنو هي الوصفه الملائمه باختصار؟ غادي نستعملوا يا اما زيت ارغان ندهنوا بها يعني الشفتين ديالنا اللي فيها ماده الفيتوإيلاستين، ولا فقط زيت نوار الشمس. زيت نوار الشمس فيها ماده الجلوتاتوين وفيها الفيتامين او، فهما مواد اللي كتعطينا نضاره للبشره ديالنا. شكرا جزيلا لك دكتور عماد، دكتور الصيدله والمختص في العلاج والتداوي بالاعشاب. للتواصل معك هذه الوصفات غادي تلقاهم السيده على الصفحه الرسميه ديالي سناء الزعيم اصوات، الصفحه اللي فيها كتلقاي كل مضامير البرنامج، وكذلك اللي بغى يتواصل معك او يطرح عليك اسئله مباشره. مرحبا اختي سناء، في الصفحه الرسميه في دكتور عماد جرين فار، الصفحه الرسميه فيسبوك جرين فار، او الرقم المهني 06 61 28 99 78.